على سفح جبل قاسيوني الذي يقع على ارتفاع 1500 متر عن سطح البحر تقع محطة الإرسال التلفزيوني التي تطل على مدينة الأمويين. بهالتاريخ وبعام 1960 كانت البداية لشاشة قدرت عبر حقبة من الزمن بأنه تكون نافذة كل سوري إلى العالم ومصدر المعلومة الموثوقة. ليومنا جهود حلم وطموح كبير بأنه نبقى الرواد بمجال الإعلام، هيك كان الهدف لكتير من الإعلاميين يلي تصدروا الشاشة خلال فترات مضت، وبوقت كان في التلفزيون السوري هو الوجهة الوحيدة لألنا. أسماء كتيرة قدرت ترافقنا ولليوم مستمرين، فشو يلي تخزن بذاكرتن عبر مسيرة امتدت لسنوات؟ نحن أول إعلام عربي بالمناسبة انفتح مباشرة على الهواء مع المستمعين بداية في إذاعة دمشق، ومن ثم انتقلت هذه التجربة إلى التلفزيون العربي السوري، وكنا فخورون بأننا كنا رواد في هذا الميدان. يعني الهواتف التي كانت تأتي لأول مرة ليتحدث مستمع بدون وسيط مع هذه الإذاعة وهذا التلفزيون كانت، يعني نستطيع أن نقول بأنها كانت ريادتنا الوطنية بامتياز، لأننا نثق بإنساننا ونثق بأن هذا المشترك عميق وعميق جدا، ونثق بأن حتى الاختلاف يمكن أن يتحول إلى حالة إيجابية وبناءة. التلفزيون السوري بقنواته كلها أنا بعتبره هو جد التلفزيونات العربية، يحق أن يعني يأخذ هذا الدور من بداية اللي انطلقوا من أول استوديو بقاسيون بثلاث أمتار وقالوا هنا دمشق، واختياره لرمزية هنا يعني هنا دمشق من قاسيون، هذا يعني رسالة كبيرة حملوه على عاتقهم، وكانوا رواد أسماء كتير إذا بدنا نستذكر، رسموا خط يعني هيك يحق لهذا التلفزيون أن يتباهى وأنه يحتفل يعني حقيقة. وأنا بعتبر الأجيال اللي إجت بعد الجيل الأول، يعني الجيل القديم، الجيل اللي بعده، الجيل الوسط مثلا، خلينا نقول جيلنا، جيلكم هلأ، يعني حملوا الراي. حتى التلفزيون العربي السوري من أقدم التلفزيونات في المنطقة، استطاع منذ ولادته ومنذ نشأته الأولى أن يؤثر في المتلقي بشكل واضح وحقيقي. كان يصنع رأيا، كان يصنع موقفا في الشارع التلفزيون العربي السوري. وكما تعلمين الآن، حتى الآن إذا ما أراد أحدهم أن يتحدث عن معلومة ما، فبجوز أنت بتقولي له لا مو دقيقة هالمعلومة، بيقولك لا أنا سمعتها من التلفزيون، ما يعني أنه لا يزال يتمتع بالمصداقية الحقيقية التي بدأ يتمتع بها منذ ولادته الأولى ومنذ نشأته. هو مدرسة كان لإلنا ومدرسة حقيقية بالنسبة لإلي، لأني أنا صراحة تربيت عبر التلفزيون السوري إعلاميا، نشأت نشأة الإعلامية، تعلمت كتير، تعلمت على الهواء طبعا، لأنه قد ما تدربتي الهواء هو التجربة الحقيقية لإلك، فالتجربة الحقيقية كانت إلي من خلال الأشياء اللي قدمتها بالتلفزيون السوري اللي ابتديت فيها من البرامج المنوعات، البرامج الاجتماعية، ويعني شوي شوي دايما تعلمي. فهو مدرسة حقيقية لإلنا، واللي بدي أقوله أنه هو خرج أسماء كبيرة وعديدة من الإعلاميين، رفت فيها محطات متميزة وكانوا هن متميزين وأضافوا للمحطات التلفزيونية. جيل والهدف شاشة قدرت تكون مرآة لحياتنا بحلوة ومرة، وتكون صورة تعكس مجتمعنا بقضاياه مشاكله وهمومه، وشاشة قدرت تصون الوطن بالفكر وتوثيق الحقيقة على الأرض.